اختتم في المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة الحفل الفني للاحتفاء بموسيقى بليغ حمدي. يأتي هذا في إطار التعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وسط حضور جماهيري وأجواء فنية مبهجة. على ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي قدمت الفرقة المصرية للموسيقى العربية حفلا فنيا على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة احتفاء بموسيقى بليغ حمدي التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور العربي. تعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وسط حضور جماهيري وأجواء فنية مبهجة. وطبعا النهارده مشاركه مميزه طبعا مع دكتور مازن دروز وفي مدينه العالمين اول مره يجي. لا حاجه جميله جدا وحاجه فظيعه يعني ومبهره. المدينه جديده تحفه وهنا طبعا التنظيم والاجواء جميله جدا والناس طبعا وحماسهم معانا. لا بجد احنا النهارده كنا مبسوطين واحنا طبعا بنقدم لهم فقراتنا للموسيقار بليغ حمدي. بقى لي حوالي 5 شهور موجود مع الفرقه الحمد لله سوليست بغني. بقى لنا فتره بنجهز لحفله النهارده، عملنا مجهود وعملنا بروفات واشتغلنا مع الدكتور مازن دراز شغل قوي جدا عشان نطلع الشكل اللي طلعنا بيه النهارده دوت. الحمد لله راضيين ومبسوطين عن الشكل اللي طلع. طبعا شرف ليا ان اشارك في حفل زي ده وان اغني من الحان العظيم بليغ حمدي، وخصوصا اغنيه زي اللي انا غنيتها اغنيه عدويه للفنان الجميل محمد رشدي، وطبعا زي ما قلت الحان العظيم بليغ حمدي وكلمات الخال عبد الرحمن الابنودي، مفيش احلى من كده يعني. الفرقة المصرية للموسيقى العربية والتي تأسست في التسعينيات قدمت باقة مميزة من اشهر الحان الموسيقار بليغ حمدي والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها سواح وجان الهوى وعربابة وغيرها من الأغاني التي جعلت من الحفل سهرة فنية ثقافية. حاجة ممتازة جدا، تمام، أصوات رائعة، أصوات شابة ممتازة جدا، التنظيم ممتاز ما شاء الله، تمام، الديتيلز بتاع المكان تحفة ما شاء الله عليه. والله احنا اتبسطنا جدا النهاردة، بنحس كمان الفرقة كانت روعة بصراحة وجميلة جدا والمكان جميل جدا. العالمين عالمين فعلا، تمام، واحنا اتبسطنا جدا بالفرقة والموسيقى بتاعتها كمان اللي احنا كنا مشتاقين لها بصراحة يعني. الحفلة جميلة خالص، واكتر حاجة الفرقة الصراحة ممتازة واصوات جميلة، كل حاجة حلوة والله فيها. انا طبعا فكرة ان وجودي في الحفلة حببتني ان انا اجي العالمين تاني لانها مدينة جميلة جدا طبعا. والله العالمين مدينة كويسة جدا وممتازة يعني، حالة توصف اصلا فاهمني. طبعا تحت رعاية الرئيس السيسي، فهي صراحة حاجة جميلة جدا وانا ناوي اجي تاني باذن الله. الموسيقى كانت جميلة جدا وحاسة ان هي اجواء مختلفة ان هي تبقى موجودة هنا في العالمين، وحاسة ان اجواء العالمين يعني اجواء مختلفة غير بنشوفها في اي حتة. وبجد المسرح كان تحفة والغناء كان تحفة جدا والكورال كان كل حاجة جميلة بصراحة، وكان حاجة مختلفة جدا علينا. وبجد شكرا جدا للعالمين ان هي عملت لنا عروض زي دي هنا. شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات والحفلات لكبار النجوم، وستستمر هذه الحفلات الفنية الثقافية على مدار أيام مهرجان العالمين الجديدة على المسرح الروماني، أحد أهم المعالم الثقافية المميزة في مدينة العالمين الجديدة. محمود جميل، التلفزيون المصري.